أنا معاوية الأطرش، مصور صحفي أعمل في شمال غرب سوريا. بعد مرور عام على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا في 6 فبراير من العام الماضي، لا تزال مئات العائلات التي نجت من الزلزال وفقدت منازلها بالكامل تعيش في خيام بالقرب من أنقاض منازلهم، وخاصة في مدينة جنديرز في ريف حلب الشمالي، حيث تعتبر هذه المدينة من أكثر المدن المتضررة من الزلزال، ومات فيها المئات من الأشخاص. إلا أن الناجين من الزلزال في هذه المدينة الذين فقدوا منازلهم ما زالوا يعانون من المستقبل المجهول وقلة المساعدات الإنسانية وعدم القدرة على بناء منازل جديدة